أقيم تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين حفل توزيع شهادات الماجستير لخريجي دورتي الدفاع الوطني رقم 1 ورقم 2، وأناب معاليه سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع لتسليم الشهادات على خريجي الدورتين من الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني. بدأ الحفل بتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، ومن ثم ألقى اللواء الركن بحري عبد الله سعيد المنصوري أمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني كلمة بهذه المناسبة. إنها الرؤية الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى قائدنا الأعلى حفظه الله ورعاه، التي انطلقت وما زالت مستمرة منذ فجر التأسيس، ووضعت اللبنات الأولى بما يزيد على 5 عقود، والتي ما زالت تتطور وتشارك وتحقق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على المستوى المحلي والعالمي. ولقد حظيت قوة دفاع البحرين باهتمام جلالته لتطوير منظومة التعليم وارتقائها في شتى المجالات العسكرية والاستراتيجية والأمنية. بعدها قام سعادة وزير شؤون الدفاع بتسليم شهادات الماجستير على خريجي دورتي الدفاع الوطني رقم 1 ورقم 2، كما سلمهم نوطة التميز الذي منحهم إياه صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وذلك تقديرا لجهودهم المميزة في مجال عملهم. بهذه المناسبة أكد سعادة وزير شؤون الدفاع أن قوة دفاع البحرين دائما تحرص على دعم مسيرة العلم والتعليم والتي انطلقت وفق الرؤية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، والتي تشجع على طلب العلم والاستزادة من العلوم العسكرية وإعداد وتهيئة وتأهيل الكوادر البشرية علميا وعسكريا، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والذي طالما يحث على الجد والمثابرة والتسلح بالعلم والمعرفة. وجهود صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في تهيئة كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير والتحديث لمختلف المناهج التعليمية لبلوغ أعلى درجات العلم والمعرفة. حضر الاحتفال اللواء الركن الشيخ علي بن راشد الخليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، والأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.